السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد من قناتنا أرجو التعلم. هنا في الفيديو غندوزو الصفحة 110 من المقرر ديالنا المفيد في الرياضيات. نبداو التمرين رقم 2. إذا أحدد المتساوية التي لا تمثل قسمة إقليدية دون وضع العملية وأعلي الجواب. إذا لاحظوا معي هنا، إذا العلاقة تقول لي بأن هذا هو المقسوم مقسوم وهذا هو المقسوم عليه وهذا هو الخارج وهذا هو الباقي. إذا العلاقة تقول لي إلاش دينا المقسوم عليه وضربناه في الباقي وزدنا عليه وضربناه في الخارج وزدنا عليه الباقي تعطيني المقسوم عليه. طبعا كلهم عندهم نفس الشكل، هذه هنا عندي واضحه. غير المشكل اللي عندي هو ديما هذا خاصو يكون ديما يكون صغر من المقسوم، ما يكون صغر من الباقي، يكون الباقي يكون صغر من المقسوم عليه. تلاحظوا هنا عندي 9 جوج، اذا جوج الباقي صغر من 9 فعلا. جينا لهنا غنشوفوا الباقي كبر من المقسوم عليه، اذا هذا خطا. اذا هنا يعني العمليه ما كملناهاش، غتكون هنا خاص تكون هنا 58، اذا العمليه خاطئه، خاص ديما الباقي يكون اصغر من المقسوم عليه. طبعا هنا عندي 21، طبعا تلاحظوا انها اصغر من المقسوم عليه، اذا صحيحه، اذا العمليه خاطئه هي هذه. التمرين رقم 3، أحدد الخارج المناسب لكل قسمة دون إجراء عمليات. طبعا هنايا الخوارج المفتوحة، طبعا لاحظوا معايا هنا 592 مقسمة على 8، إذا واش 74 و 707. الطريقة اللي قلنا قبيلة هو شكون هو العدد اللي غنضربو في 8 ويكون كبر من 592، غنضربها فاش في 100. عقلتو قبيلة قلنا غنضربوها في 100، هاد 100 شحال فيها من صفر؟ فيها جوج، إذا غندور على العدد اللي تكون ليا من جوج الأرقام هي 74، هذا هو الخارج. 1980 مقسمة على 9، خاصني شحال غنضرب 9 وتفوت ليا 1980؟ غنضربها واش في 10؟ ما تعطيني 90، لا، نضربها في 100 تعطيني يلاه، يلاه 900، نضربها في 1000 تعطيني 9000، إذا غنكون الرقم فيه 3 ديال الأصفار، إذا غتكون عندي الخارج تكون ليا من 3 ديال الأرقام. صحيح. 9522 مقسمة على 46، شنو هو العدد اللي غنضربو في 46 وفوت ليا 9520؟ واش في 100؟ بيعطيني 4600. واش في 10؟ واش في 1000؟ بيعطيني 46000. إذا هاد الرقم تتكون من 3 ديال الأصفار، إذا غنشوف الخارج اللي تجي فيه 3 ديال الأرقام اللي هو 207. ندوزو للتمرين رقم 4، أتمم إنجاز العملية الأولى ثم أنجز الثانية على نفس المنوال. طبعا هنا بيورينا الطريقة كيفاش تكون تتكون عندي القسمة الإقليدية. طبعا القسمة الإقليدية علاش سموها قسمة إقليدية؟ حيت ما تكون فيهاش الفصيلة في الخارج، أغلب إذا نتفاداها ما تكونش عندي قسمة في الخارج. إلا ولات عندي تمايا الفصيلة في الخارج ما تسماش قسمة إقليدية. أوكي، إذا تلاحظوا أن ما فيهاش الفصيلة، إذا تكون فيها تتسمى عدد صحيح طبيعي تتسمى قسمة إقليدية. طبعا نشوفوا التمرين ديالنا هنا بالنسبة للتمرين رقم 4. العملية الأولى عندي هي 946 مقسمة على 7، نشوف معايا الطريقة باش تفهموها. إذا ما غنشدش أنا هاد الرقم كامل، تنشد الرقم الأولاني إذا كان قابل للقسمة على 7 تنخذ ليه 1، كان صغر تناخذ 2، طبعا 9 كبر من 7 غندور. إذا شنو هو العدد اللي غنضربو في 7 ويعطيني 9 او اللي يقربني ل 9 اللي هو 1، 1 في 7 7، تنحطو تحت 9 وندير عملية ناقص، 9 ناقص 7 هي 2، مزيان. تنزل بالرقم الثاني، شحال ولات عندي هنا؟ ولات عندي 24، شحال فيها من 7؟ إذا أشنا هو العدد اللي غنضربو في 7 ويعطيني 24 أو اللي يقربني 24؟ هو 3، 3 في 7 21، تنكتبها تحتها وتندير عملية ناقص، 24 ناقص 21 هي 3. تنزل بالرقم الثالث، ولات عندي 36، شحال فيها من 7؟ شنو هو العدد اللي غنضربو في 7 ويقربني 36؟ 5، 5 في 7 35، إذا 36 ناقص 5 هي 1، تنزقى، إذا الخارج هو 135. نمشيو للأخرى، 3427 مقسمة على 21، غناخدو جوج الأرقام، إذا شنو هو العدد اللي غنضربو في 21 ويقربني 34؟ طبعا غنضربو في 1، 1 في 21 ها هي، غندير عملية ناقص وتبقى عندي 13، غادي ننزل بإثنان، 132 أشنو هو العدد اللي غنضربو في 21 ويعطيني 132، وهو غنبقى هنا تبقى تضرب، تشد 21 ضربها في 4، تشد 21 ضربها في 5، وتشوف واش قربتي لهذا ولا ما قربتيش ليه.
إذا هو ستة، ستة في واحد ستة، ستة في جوج 12. إذا درت عملية ناقل وتعطيني ستة، غادي نزل بسبعة. هنا انتبهوا معايا عافاكم مزيان، سبعة وستين شحال فيها شناهوما العدد اللي غنضرب في 21؟ يقرب لي 67. تلاتة، تلاتة في واحد تلاتة، وتلاتة في جوج ستة، وتبقى عندي أربعة وتنحبس. نتمنى تكون الطريقة مفهومة. ندوزو للتمرين رقم خمسة، فهو كذلك: أتمم حساب الخارج العشري المقرب ثم أنجز العملية الثانية على نفس المنوال. إذا هنا غندوزو أن الخارج غادي يولي عندي أش، يولي عندي فيه الفاصلة. شوفوها، إذا انتبهوا معايا عافاكم باش نفهموها مزيان. إذا لاحظوا معايا هنا، إذا عندي 3457 مقسمة على 52، هاد الفاصلة راه غير زادوها. إذا غادي ناخد جوج الأرقام، 34، إذا صغر من 52، إذا غناخد ثلاثة الأرقام. 6 في 52، إذا شناهو العدد اللي غنضربو في 52؟ هو 345، هو 6. 6 في جوج 12، تنحطو جوج تنحافظو بواحد، و 6 في 35، واحد هي 31. درت عملية ناقص وتعطيني 33، غادي نزل بسبعة. 337 شحال فيها من 52؟ فيها 6. 312 بتبقى عندي 25. لاحظوا معايا، غادي ننزل، غادي ننزل هنا، وصلت للفاصلة صافي. تنوصل للفاصلة اش ندير ليها؟ تنهزها من هنا، يعني باش ندوز لهذا الرقم هذا تنهز الفاصلة ونجيبها هنا فين وحلت. عقلوا معايا، وعاد نكمل العملية. ما تنزلش الفاصلة هنا، ما تنزلهاش هنا، تديها للجهة الأخرى وتنزل بالرقم ديالي اللي هو صفر. ولات عندي 250 شحال فيها من 52؟ فيها 4. 4 في 52 هي 208، بتبقى عندي 42. ممكن نكمل عاد ثاني صافي هنا، ممكن نبقى نزيد في الاصفار كما عجبني، ولكن هما قال لك العشري العدد العشري مقرب صافي هنا، يعني رقم واحد مورا الفاصله. لو قال لي جوج الارقام مورا الفاصله غنزيد نكمل العمليه، غنشوفوها من بعد. 8364 مقسمه على 94، هي نفس الطريقه، غناخد 3. اذا 8 94 فيها 8، اذا 8 في 94 تعطيني 752، غندير عمليه في الطرح تعطيني 84. غادي ننزل بربعة. 844 شحال فيها من 94؟ فيها 8. 8 في 94 بتعطيني 752، غندير عملية الطرح بتعطيني 92. لاحظوا معايا، هنا ما كاينش الفاصلة، ما كاين الصفر، واخا ما كايناش، ماشي بحال هنا، واخا ما كايناش، اش ندير؟ ندير صفر هنا ونكتب الفاصلة هنا. فاش يتقضاو ليا الأرقام هنا ما تيبقاوش، وباقي عندي الباقي، تنزيد الأصفر من عندي. الصفر الأول تنزيدو من عندي، وباش نثبت أنني زدت صفر من عندي، تنقول ليه راه بغيت ندير الفاصله هنا، حيت هاد الفاصله تعادل هاد الصفر. اذا 920 شحال فيها من 94؟ فيها 9. 9 في 94 عطاتني 846، وتبقى عندي 74. كما قلت لكم هنا ممكن نكمل عمليا نزيد صفر اخر بحال هكا. 740 شحال فيها من 94؟ فيها كذا وكذا، ونكمل العمليه ديالي. ولكن هما قال لك فقط غير عدد عشري، كما قال لك هو رقم واحد مورا الفاصله. حنا غنشوفوا شي تمرين اخر اللي فيه جوج الارقام مورا الفاصله. تمرين رقم 6، ادعى احمد ان الخارج العشري لعددين 1489 و36 مضبوط ويساوي الخارج العشري لعددين 2315 و57. اتاكد لانجاز العمليتين في دفتري ثم اقارن استنتج. تابعوا معايا هنا، قال لك اذا قسمنا هو هذا على هذا بيخرج ليا، ما غيبقاش عندي الباقي. وقال لك اذا خرجنا قسمنا هذا على هذا، العمليه غتخرج مضبوطه وما غيكونش عندي الباقي، صافي غير الباقي ما غيكون فيه الصفر. حنا غنديروا درنا العمليه نتأكدوا نشوفوا واش هضره صحيحه ولا ماشي صحيحه. اذا قال لك اسدي 1489 مقسمه على 36، نشوفوا. اذا غناخذ ثلاث ارقام فيها 4، 4 في 344، ندير عمليه ناقص تبقى عندي 4، غادي ننزل ب 9. 9 شحال فيها من 36؟ فيها 1. 31 36، ندير عمليه الطرح وتبقى عندي 13. كما قلنا ما بقاوش عندي الارقام هنا، تندير صفر وتندير فاصله. 130 فيها 3، 3 في 36 هي 108، ما تبقى عندي 22، غنزيد عاوتاني صفر من عندي، يعني قلتها لكم تنزيد صفر، وما بقاش نزيد الفاصلة، يعني صافي عندي فاصلة واحدة صافي. شحال فيها؟ فيها 6، تبقى عندي 4، شفتوها؟ تبقى غادية. إذا باقي عندي الباقي، إذا هو خاطئة. الأخرى كذلك، 2315 مقسمة على 57، إذا غنشدو حنا هذا كلها، فيها 4، 4 في 57 228، ناقص وتبقى عندي 3، غنزل بخمسة. 35 شحال فيها؟ فيها 35. خمسة، لاحظوا معايا هنا، هنا مهم بزاف، نزلت بواحد الرقم ياك، عقلوا معايا. فاش تنزل برقم وتكون عندي هذا العدد صغر من هذا، ما غنقولش لا يمكن نحبس، لا، كنكمل العملية. 35 شحال فيها من 57؟ فيها صفر، تنكتبها.
صفر 57 صفر شحال بقى عندي 35، تنكمل العملية ديالي عادية واخا يكون هذا صغر من هذا، تنكمل العملية. إذا نزيد هنا غادي نزل، قلنا بقى عندي 35 ديالي، غنزيد صفر وغندير الفصيلة هنا، واش بقى عندي شي عدد هنا مبقاش، إذا غندير الصفر من راسي وغندير الفصيلة، شحال فيها؟ فيها 6، 3342، عاوتاني غنزيد صفر، تبقى عندي 8، 8 شحال فيها من 57 فيها 1، عندي تبقى عندي 23، نزيد صفر ونكمل العملية، طبعا أنها غير مضبوطة، إذا خطأ بالنسبة لأحمد أنه راه مخارج غير مضبوط. ندوزو للتمرين رقم 7، أن سيكليست باركور 393 كيلومتر أون 12 لوغ، كيلي لسا فيتاس موين أون كيلومتر. إذا الكوسيون أبخوشي أ 0.01، إذا تلاحظوا هنا، إذا قال لك هذاك الخارج اللي بيخرج ليك يكون فيه جوج الأرقام مورا الفصيلة، إذا غنشدو 393 نقسموها على 12 وغنشوفو شحال بيخرج لينا طبعا العملية ديالنا ها هي، إذا هي 393 مقسمة على 12، إذا غنقول لي فيها 3، 3 في 36 ندير عملية الطرح تبقى عندي 3، غنزل ب 3، إذا جوج في 12 هي 24، عملية الطرح تبقى عندي 9، مابقاش عندي الأرقام هنا، غادي ندير صفر من عندي وندير الفصيلة. إذا 90 شحال فيها؟ فيها 7، 7 في 12 تعطيني 84، تبقى عندي 6، غندير صفر. شحال فيها؟ فيها 5، 5 في 12 هي 60، وبقى عندي صفر، إذا هذه عملية مضبوطة والخارج مضبوط، إذا هي بتعطيني 32.75 أش سرعة باش كنغادي، كنغادي ب 32.75 كيلومتر في الساعة، وتلاحظوا أن تما راه درت جوج الأرقام مورا الفصيلة. ندوزو للتمرين رقم 8، أعيد أعيد وضع وإنجاز العملية في التكرار ثم أصحح إذا كان هناك خطأ. مزيان، حنا نديرو العملية ديالنا نشوفو إذا كان عندنا شي خطأ. إذا نشوفو بالنسبة للعملية الأولى 8024 مقسمة على 76، طبعا كما غنديرو الطريقة ديالنا كلها وغنشوف غنلقى تعطيني 105.57 وبيبقى عندي 68. طبعا هاد الطريقة قلتها لكم هنايا باش منطولوش الفيديو ديالنا. هنا 6230 مقسمة على 83 بيخرج لي الخارج فيه 75.60 والباقي 20، عيشتوها 75.60 والباقي 20. ندوزو العملية الموالية اللي هي 10325 مقسمة على 97، طبعا حاولوا ديروا عملية راسكم، ها هو أنا عطيتكم الخارج فيها 106.44 والباقي فيه 32. ندوزو لآخر عملية اللي هو التمرين رقم 9، إذا أ و ب عددان صحيحان طبيعيا بحيث أ هو أصغر عدد من 5 أرقام و ب هو أكبر عدد من رقمين، أحسب الخارج العاشر المقرب إلى 0.31 للعددين. إذا هنا قال لك أشنا هو أصغر عدد من 5 أرقام؟ أصغر عدد هو 10000 وأكبر عدد من رقمين هو 99، إذا ندوز مية بندوز 3 أرقام، إذا أكبر عدد من رقمين هو 99، إذا غندير أنا 10000 نقسم على 99 تخرج ليا هي 101.01، حيت قال ليا هو في السؤال تكون الخارج في يكون تكون من عدد عشري مقرب الى 0.01، يعني جوج الارقام مورا فصيله، حنا درناها عليه هو 101.01 وبيبقى عندي الباقي هو 100. طبعا تشوفوا ان العمليه غير مضبوطه حيت الباقي بقى عندي ماشي صفر. درنا هنا نكون كملنا الصفحه ديالنا 110، شكرا على الانتباه والسلام عليكم ورحمه الله، نتلاقاو في الصفحه ان شاء الله 111.